خلينا بقى ننتقل بعد كده ونروح لخبر تاني. النهارده بتاريخ بقى 31 يناير هيكون ختام بطوله العالم لكره اليد اللي استضافتها مصر، واكيد اكيد كلنا لينا الفخر باللي قدمته بلدنا من حسن هنا تنظيم واداء مشرف، العالم كله شاف ده بعينه، وطبعا المنتخب الوطني اللي كانوا رجاله، هنرجع نقول تاني كانوا فعلا رجاله ولعبوا بشكل مشرف جدا. النهارده السويد والدنمارك هيلعبوا بقى في النهائي، وهيحتفل المنتخب الفائز منهم بالمونديال، وهيتم توزيع الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه لاصحاب المراكز الثلاثه الاولى. كمان هيتم تسليم رايد تنظيم المونديال في نسخته ال 28 لاتحادي هنا كره اليد بالسويد وهولندا، والمقرر اقامه النسخه القادمه فيهم هتكون 2023. طبعا كلنا اكيد مش هننسى ما حيينا هذه المباراه الملحميه القويه جدا، مصر والدنمارك في ربع نهائي يعني مونديال اليد اللي انتهت بفوز بطل العالم برميات الترجيح. الحقيقه يعني كان ماتش يعني ملحمي فعلا، كلمه ملحمه يعني مش ما فيهاش مبالغه باي حال من الاحوال، اداء رجولي ومشرف جدا لمنتخبنا الوطني اللي الحقيقه احرج بطل العالم وخلى منتخب الدنمارك بيامل في مرور الوقت، فكره ان انت تتقدم وهما يتعادلوا، فاحنا نتقدم وهما يتعادلوا، بعد كده هما يتقدموا واحنا نتعادل، ونفضل على هذا الحال لغايه لما نوصل للوقت الاضافي ونوصل كمان لمرحله رميات الترجيح. طبعا دي حاجه مشرفه جدا، احنا طبعا ورا منتخب مصر لكره اليد لسه عندنا اولمبياد واكيد مش هنتنازل عن اي ميداليه. الحقيقه الاداء الرجولي منتخب مصر لكرة اليد طمعنا كمشاهدين وكجماهير وعلى من طموحاتنا، وان شاء الله هم قدها. مرة تانية بنقول لهم شكرا، انتوا خليتونا فخورين بيكم جدا، ويمكن كمان بكينا وفرحنا عشانكم، واظن اكبر كمان تقدير كان اللي احنا شفناه رسالة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين والتحية اللي قدمها ليهم، كمان رسالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي قال لهم انتوا رجالة واحنا فخورين بيكم، واحنا بقى كمشاهدين ومواطنين بنقول لكم وبنأكد اكيد كلنا فخورين بيكم وبتنظيم مصر للبطولة. خلينا نروح نشوف بقى رسائل الجمهور، الجمهور هنا لاعبي كمان للاعبين بمنتخبنا، ونرجع نكمل. شايف ان الاداء كان كويس جدا وكان قوي جدا، ما تنسيش برضو ان الدنمارك ده برضو يعني بطل عالم، مش منتخب سهل يعني، بس انا شايف ان الموضوع كويس جدا 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 وعملوا اداء قوي جدا جدا. والله اداء ممتاز جدا بصراحه، وشرفنا وشرف مصر، وكانوا بيلعبوا بنديه كويسه جدا واداء رجولي، وكان يستحق الفوز. اداء ممتاز جدا جدا، ويعني فريق بصراحه عجبني جدا يعني رائع، واتمنى طبعا كل الفرق مصر كلها تلعب بهذا المستوى. كون انهم يوصلوا لهذه المرحله وهذا العمل البناء ويبذلوا هذا المجهود، وبعدين فاخر ثانيه، مش فاخر دقيقه، حتى فاخر ثانيه، يبقى هم عملوا عليهم حضرتك وزياده، ويجب ان احنا نشكر اللعيبه ديت على انهم بذلوا هذا الجهد لتكون يعني واجهه مصر واجهه عالميه وليست واجهه، فنحن نشكرهم جميعا فردا فردا بلا استثناء. اداء مشرف طبعا، وخصوصا احنا لعبنا الدنمارك بطل العالم، وان شاء الله اللي جاي احسن، وادينا مباراه كبيره. والله يعني هم لعبوا بشكل مشرف وعملوا اللي عليهم فعلا، وكل الناس راضيه جدا عن الاداء بتاعهم، بس طبعا اكيد لازم يكون في حد كسبان وحد يعني ما بيكسبش، فهم عملوا اللي عليهم، ان شاء الله المره الجايه يكون احسن يعني. المنتخب بتاعنا ادى اداء رجولي، حتى لما خرجنا في ماتش الدنمارك ما زعلناش، لان هم عملوا اللي عليهم لحد اخر لحظه. كان يعني فرقه كويسه جدا وشرفونا، وبرضه يعني مش متضايقين ولا اي حاجه عشان عملوا ماتش كويس جدا، وعايز اقول لهم هارد لك يعني، وكان ماتش حلو، كاس عالم قضينا حلو، وكانت احسن يعني فرقه في العالم، عملنا معاهم ماتش حلو جدا بصراحه. كان منظم جامد جدا، وكان في مجهود جامد كمان من اللعيبه، ودي فرصه ان احنا نشكرهم على المجهود اللي هم عملوه ده، ويستاهلوا فعلا. احنا فخورين، كل مصر فخوره باللي هم عملوه يعني، يا ريت يبقى في كل حاجه كده زيهم كده. الصراحه كان اداء حلو جدا، وكانوا بيلعبوا حلو وشرفوا مصر وعملوا حاجات حلوه قوي في الماتش. والله يعني هو ادائهم كان كويس جدا وعملوا اللي عليهم، بس يعني ربنا ما وفقهمش يعني، بس كان حظ يعني حظهم ما كانش معاهم. كان جميل قوي وشرفونا، والصراحه لعبوا حلو قوي، وان شاء الله المره الجايه نكسب. شكرا ليكم، انتوا عملتوا ماتش كويس جدا.
هارد لوك يعني. أنا فخور بمصر وفخور بالمنتخب وتحيا مصر. أكيد حضراتكم لاحظتوا وخدت بالكم من أن في جمل بعينها اتكررت كذا مرة على ألسنة كل الناس اللي شاركوا معنا في هذا التقرير على اختلاف أعمارهم، سواء كانوا يعني صغيرين في السن، كبار في السن، رجالة ستات. فكرة أن هم شرفونا، فكرة أن هم عملوا عليهم وزيادة، صح. فكرة أن هم أرضونا كمشاهدين. فالحقيقة يعني أنت عارفة الهوان دايما لما بيبقى في مثلا أي خسارة، وخصوصا لو كانت لمنتخب مصر، لازم تسمعي البعض من الناس بيطلعوا برقم. أنتوا ما عملتوش أداء جامد، لو كنا غيرنا مين، ما أنتوا لو كنتوا خدتوا بالكم من كذا. المرة دي ما حدش يقدر يتكلم، صح. لأن فعلا عملوا عليهم وزيادة. أنا بتفق معاك جدا، نقطة في غاية الأهمية. وكمان الأعمار اللي حضراتكم شفتوها مختلفة، صغيرين وكبار وكبار جدا في السن يعني، وسن الشباب غيره، كل الأطياف دي بتتحدث إن فعلا المنتخب بتاعنا قدم يعني أفضل ما لديه. فعلا شفنا مع حضراتكم، ويمكن نكرر تاني، اللعيبة كانوا في الماتش تيشيرتاتهم بتتقطع يعني، ويرجعوا يلعبوا تاني، واللعيبة بتتصاب وترجع تلعب تاني. أداء كان محترم جدا جدا، ويمكن كنا متخوفين جدا من ماتش الدنمارك، ولكن كنا واثقين في المنتخب. وعلى فكرة بالمناسبة يعني، لو برضو هنتكلم كلام واقعي، احنا عدينا اداء ما كناش متوقعينه بصراحه مع الدنمارك. انت احرجتي يعني بطل العالم. دي حقيقه، دي حقيقه يعني. فعلا لغايه يعني الدقائق القليله جدا، يمكن الفوز بعد كده كان دنماركي، لكن انت بتلعب لغايه قبل نهايه المباراه، وانت الى حد كبير انت اللي فايز. فعلى كل حال يعني انا شايفاها كبدايه رائعه جدا، وجميل جدا الرسائل اللي احنا شفناها برضو من المصريين لمنتخبهم. طب ده على صعيد اللاعبين والاداء الرجولي المشرف. اما بقى على صعيد التنظيم نفسه، فالحقيقة نقدر نقول بمنتهى الثقة إن العالم كله أشاد بالتنظيم، وكمان أشاد بابتكار الفقاعة الطبية والصلاة المغطاة والإقامة بكل تفاصيل الخاصة بيهم. مصر فعلا أبهرت العالم وأحرجت أي دولة بتفكر تلغي بطولة بسبب جائحة كورونا. وكمان البطولة دي الحقيقة عملت ترويج سياحي لمصر بدرجة كبيرة، بس مش للدرجة اللي كنا بنأمل فيها نظرا لجائحة كورونا وتفاصيل كتير طبعا تم إلغائها يعني نتيجة طبعا مسألة الفقاعة الطبية. على كل الأحوال تعالوا شوف بقى الجماهير قالت إيه عن تنظيم مصر لهذه البطولة، ونرجع نكمل كلامنا. كان حاجة كويسة جدا، ده كمان بالإضافة إن إحنا اشتغلوا عليه في الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي كورونا وكده، فدي حاجة يعني كويسة جدا، وساعدت على السياحة وحاجة فادت ناس كتيرة يعني، ومجهود كبير يعني، أكيد مش سهل إن هم عملوه ده يعني. هشكرهم طبعا شكرا جزيلا إن هم خرجوا البطولة بالشكل الرائع ده في ظل كورونا وفي ظل التحديات. الحمد لله مصر دولة عظمى من الدول الكبيرة والعظيمة اللي هي قادرة عن إن هي تنظم كل شيء بشكل محترف. احنا طبعا عندنا تاريخ وحضارة 7000 سنة، فأكيد البطولة زي دي تبقى سهلة علينا إن شاء الله ننظمها، وننظم أي بطولة زيها بالضبط. لهم برافو عليكم، واستمروا، واللي جاي أحلى بإذن الله، وياريت يبقى في كل الأنشطة كلها كده، مش كرة اليد بس، يبقى في كل حاجة، وخير إن شاء الله، وتعدي أزمة الكورونا دي على خير إن شاء الله. شكرا على الحاجة الحلوة اللي انتوا قدمتوها لنا، شكرا على الشيء الرائع اللي احنا شايفينه، شكرا لكل من ساهم في الحدث زي يتم على ارض مصر بالشياكه والجمال والروعه دي كلها. الحقيقه مصر قدمت حلو جدا ورفعت راسنا في العالم كله. مشكورين، عملوا شغل كويس قوي، شغل محترم قوي، درجه عاليه جدا من الفنيات والتكنيك في كل حاجه. بشكرهم، واحنا مصر دايما اعلى ودايما للامام. الحقيقه كان تنظيم هايل يعني، احنا كلنا ما كناش متوقعين بصراحه، بس طلع حلو جدا، ربنا وفقهم الحمد لله يعني. المنظمين انا بشكركم جدا، واديتوا اداء حلو قوي في تنظيم البطوله. طبعا قله الجمهور كان تعيب كبير قوي واثر على اللعيبه، بس انا في رايي كان تنظيم البطوله ممتاز قوي بصراحه، اكتر من رائع بصراحه في الظروف اللي احنا فيها دي يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، وتنظيم ممتاز، ويعني بالتالي يعني احنا الحمد لله تخطينا يعني دول كتير قوي قوي متقدمه جدا، وما شاء الله علينا يعني، وعملنا حاجه تحفه يعني، وفريقنا كمان كان مشرف جدا جدا يعني،
والتنظيم هايل بصراحه، يعني استمتعنا جدا جدا ولسه لحد دلوقتي بنستمتع، يعني برغم ان مصر خرجت بس خرجت بشرف وحاجه تشرف بصراحه يعني. وما شاء الله يعني التنظيم كمان ولادنا دلوقتي يعني صغيرين دلوقتي نفسهم يبصوا لكرة اليد اكتر من القدم دلوقتي، يعني ما شاء الله يعني حاجه الواحد فرحان بيهم جدا جدا. ويا رب ان شاء الله يعني تكمل على خير وان شاء الله بالتقدم دايما يا رب باذن الله. المنظمين شابو، عملتوا مجهود فائق وكتر خير. الحقيقه لو قبل ما نلف يعني قبل ما نسيب الملف ده، احنا عايزين بس نقول ان الرساله اللي اعتقد الاهم مش فكره ان احنا يا كريم ندي رساله للعالم ان مصر تقدر تنظم. انا رايي ان الرساله الاهم ان انت بتدي المصريين هذه الرساله، بمعنى في بعض المصريين، بعض انا هاكد على بعض المصريين، بيعتقدوا ان مصر ما تقدرش تنظم حاجه بهذه الضخامه او ان هي تكون يعني في الصداره، وان هي عارف دايما يقول لك لا لا احنا لسه بدري علينا. لا، مش حاجة اسمها احنا لسه بدري علينا. حضرتك في بلد محترمة جدا، حضرتك في بلد البلاد كلها كانت بتتعلم منها، ومش بس على مر التاريخ، احنا متكلمش على العصر القديم، بنتكلم على العصر الحديث ايضا. فاوعى تستقل ببلدك لان بلدك كبيرة قوي. فقصة هنا الرسائل، انا بقول الرسالة الاهم هي الرسالة اللي توجه لينا احنا كمصريين، بلدكم كبيرة، احنا نقدر نعمل اي حاجة احنا عايزينها، بس لازم يبقى فيه ثقة ولازم يبقى فيه اداء انت كمصري كمان ان انت تشرف بلدك حتى خلف الكواليس، مش لازم بس وانت قدام الشاشات او انت ظاهر، لازم خلف الكواليس كل واحد يبقى عنده هذه الروح ان انا عايز ابقى شخص ناجح، عايز بلدي تبقى بلد متقدمه. ف يعني زي ما بيقولوا كده الدول لا تنهض منفرده، كلنا لازم نشتغل. عندك حق مليون في الميه، وخصوصا ان في ازمنه غابره والفترات زمنيه مش قصيره، كان دايما في فعلا ثقه مفقوده او اضعف الايمان مهزوزه من كتير من المصريين في النقطه اللي انت بتتكلمي عليها دي، فكره الثقه في البلد وفي امكانيات البلد. بس بيتهيألي حتى سواء يعني لو افترضنا حسن النيه، يعني سواء كانوا مشككين او متشككين، فعلا في الحالتين مصر الفتره اللي فاتت على مدار اخر كام سنه شفنا حاجات كتير قوي يعني تنفي هذا الاحساس اللي كان موجود عند كتير من الناس. انت شفت بلد بتتبني من جديد، والحق يقال، وده مش كلام بنقوله خلاص، يعني حضراتكم روحوا شوفوا كده بدايه من فكره القضاء على العشوائيات للاهتمام بملفات طبعاً كانت منسيه بفئات في المصريين كانوا مهمشين. فانت بتتكلم في حاجه محترمه جدا، دوله تبنى من جديد، فياريت احنا كمان نبني نفسنا كمان من جديد. على كل حال سعداء لهذا المونديال، وخلينا بقى ننتقل برضو لحاجه خاصه بهذه البطوله، لان النهارده هيبقى في ختام المونديال واقامه المباراه النهائيه بين زي ما احنا قلنا منتخب الدنمارك حامل طبعا اللقب والسويد. هيسبق بقى الماتش ده او النهائي للمونديال هيكون ما بين فرنسا المركز طبعا الثالث والرابع، هيكون ما بين هنا اسبانيا طبعا بطل اوروبا، و فرنسا صاحب الرقم القياسي طبعا في عدد مرات الفوز بالبطوله، ده كان برصيد 6 ألقاب. اعتقد برضه هتكون ماتشات يعني حلوه. اكيد هيبقى بالذات ماتش الدنمارك والسويد ده هيكون تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه. طيب عايزين كمان نتكلم مع حضراتكم عن الاجراءات الاحترازيه اللي هيتم تطبيقها خلال مراسم توزيع الميداليات وكاس البطوله، لا سيما مع انتهاء نظام الفقاعه الطبيه عقب المباراه الختاميه. طبعا تم التاكيد على مجموعه من الاجراءات زي ارتداء اللاعبين الكمامات اثناء عمليه استلام الميداليات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين اللاعبين وبين مقدمي هذه الميداليات.